وبعدين هلاقي ان الماجنيتيود بتاع البوزيشنز اكس واي وزد اللي هو الار بيساوي تربيع كل مركبه تحت الجذر. طب لو فضلت البوزيشن ده بالنسبه للتايم هيديني ايه؟ هيديني السرعات بتاعه كل مركبه على حده، ولو ربعتهم كلهم هيديني السرعه الكليه اللي هي تانجنت للمسار الكيرف لينير بتاعي. نفس الكونسبت لو انا فضلت كمان مره هديني مركبات العجله عند كل مركبه، ولو ربعتهم عشان اجيب الماجنتيود هديني التوتال اكسلريشن بتاعتي. يتبقى لينا ديفينيشن جديد وهو الباث ايكويشن. يعني ايه باث ايكويشن؟ معادله المسار، وهي علاقه ما بين اكس اند واي بتخلص فيها من البارامتر تي اللي هو موجود في اكس وفي واي. طيب ساعات بيطلب منك واي فانكشن اوف اكس واكس فانكشن اوف واي، انت بتنفذ على حسب الطلب اللي هو بيطلبه منك. تمام كده؟ المساله الاولانيه بيقول لي ايه؟ لو كان سرعه البارتكل في اتجاه الاكس وفي اتجاه الواي بالقيم دي، دي كده سرعات ايه؟ ريليشن، علاقات. يعني دي 32 تي ودي 8، دي كده علاقه هي كونستانت. يعني المطلوب ان احنا نحسب ايكويشن اوف باس مين فانكشن اوف مين، واي فانكشن اوف اكس، علما بان لما كان التايم بزيرو الاكس والواي اللي هم الاكس نود والواي نود كانوا بصفار. نتعامل مع المساله دي ازاي يا باشمهندسين؟ هو انا عندي الفي اوف اكس والفي اوف واي، ممكن اجيب من الفي اوف اكس الاكس بس واجيب من الفي اوف واي الواي بس. ايوه بالظبط، برافو. يبقى انا هعمل انتجريشن لكل كومبوننت لوحدها واجيب ايه البوزيشن بالنسبه للاكس واجيب البوزيشن بالنسبه للواي، وبعدين على الاساس ده ابتدي اجيب ايه اللي هو طالبه مني. تمام، تعال نبص على الحل. هنا قال لك ايه؟ الـ V of X اللي هي الـ X dot اللي هي بتساوي dx by dt. نعمل separation of variable يبقى dx في ناحية ودي تي في ناحية، ونعمل التكامل بتاعنا. لما كانت time بزيرو الـ X كانت بكام؟ بزيرو لأي time t ولأي X. يبقى معادلة البوزيشن بالنسبة للإكس كالآتي، نفس الكلام بالنسبة للواي، يطلع لي برضو معادلة البوزيشن بالنسبة للواي فانكشن اوف تايم تي كالآتي. أبتدي بقى إيه؟ أطلع معادلة الباس إيكويشن معايا الإكس فانكشن اوف تايم تي واي فانكشن اوف تايم تي. هنا التايم تربيع وهنا التايم مش تربيع، فالأسهل إن أنا أستخلص التايم من الواي. فعرفت التايم شكله عامل إزاي؟ طلعت المعادلة دي. دي باث ايكويشن على فكره، بس دي مين فانكشن اوف مين؟ اكس فانكشن اوف واي، وهو كان عايز ايه؟ واي فانكشن اوف اكس، فنظبطها تاني فتبقى ايه؟ المعادله النهائيه اللي هو طالبها هي معادله واي ايكوال تو روت اكس. في اي سؤال هنا؟ المسألة اللي بعديها بيقول لي هنا ايه؟ عندي بارتكل بتنتقل في ستريت لاين، علما بأن الباث ايكويشن بالمنظر ده y equal 0.5x، وجي قال لي الكومبوننت بتاعت السرعة في اتجاه الاكس كالآتي. المطلوب ايجاد الماجنتيود بتاع السرعه والعجله الكليه
عندي تي بتساوي 4 اعمل ايه؟ ممكن برضو من الفي اوف اكس اروح اجيب الاكس. من الفي اوف اكس اجيب الاكس يعني اكامل. اه بالظبط. تمام. وبعدين وبعد كده اخد معادلة الاكس، الاكس نفسها اعوضها في الواي. تمام. فيبقوا الاثنين فانكشن اوف تي. صح. ده حل. الحل الثاني ان انا ممكن افاضل الباث ايكويشن دي وذ ريسبكت تو ايه؟ اكس لا وذ ريسبكت تو تايم تي، فتبقى الواي بالنسبه لي ايه؟ واي دوت، والاكس بالنسبه لي تبقى ايه؟ اكس دوت. ليه؟ لاني بفاضل بالنسبه للفاريبل الثالث اللي هو الزمن اهو. يبقى الواي تبقى الواي دوت والاكس اكس دوت. فضلت الباس ايكويشن with respect to time t، فبالتالي الاكس دوت معايا كديفينيشن، وروح معوض بيها فجالي الديفينيشن بتاع مين؟ الواي دوت فانكشن اوف تايم تي. خلاص بقى، بقى معاك الواي دوت ومعاك الاكس دوت، تقدر تفضل كمان مره تجيب الاكس دبل دوت والواي دبل دوت وتعوض عن تي باربعة في كل واحده فيهم، تطلع الكومبوننتس دي كماجنتيود وتربع تجيب ال V total وتجيب ال acceleration total. والحل بتاعك برضو صح يا باشمهندس. في أي سؤال هنا؟ نسأل اللي بعديها. برضو اداني بارتكل ماشية وقال لي ان هي ماشيه في باس ايكويشن بالمنظر ده. واداني هنا بقى ايه؟ معادله ايه دي يا باشمهندسين؟ ها؟ دي معادله ايه دي كده بالنسبه لي؟ باس ايكويشن. البوزيشن بتاع الاكس ويز ريسبكت تو تايم تي. المطلوب مني برضو اجيب الماجنتيود بتاع الفيلوستي والاكسلريشن عندي تي بكام؟ ب 2 ثانيه. اعمل ايه؟ ممكن اخد الفاليو بتاع الاكس اعوض بيه في الباس ايكويشن. بعدين؟ وبعدين معايا الاكس ومعايا الواي اعمل لهم دريفيتيف بالنسبه للتايم فيبقى معايا الفيلوستي، واعمل لهم سكند دريفيتيف برضه بالنسبه للتايم يبقى معايا الاكسلريشن واقعد على التايم. يبقى معايا كده ايه؟ الاكس فانكشن اوف تايم تي مع الباس ايكويشن، اخد المعادله دي اعوض بيها فين؟ في الباس ايكويشن. فبقى عندي الواي فانكشن اوف تايم ايه؟ تي. افاضل بقى اجيب الواي دوت واجيب الايه؟ الاكس دوت، واجيب الواي دبل دوت واجيب الاكس الايه؟ دبل دوت، واعوض عن تي بكام؟ باثنين. تطلع القيم بتاعت كل ايه؟ واحده وربع، واجيب قيمه البي وقيمه الايه؟ الاكسلريشن. انا عارف ان السكشن بالنسبه لك سهل دلوقتي، بس انا عايز اقول لك على معلومه مهمه جدا لازم تركز فيها، ان كل سكشن هندرس فيه كوردينتس معينه هيكون بالنسبه لك سهل، لكن لازم تعرف ان انت مطلوب منك بعد 3 سكاشن من دلوقتي او 4 سكاشن بالظبط، عشان هيبقى فيه في النص بروجكتايل، ان انت هتجي لك مساله كومبايند. يعني ايه كومبايند؟ هيخلط لك فيها كارتيزيان اكس واي مع ار وثيتا، او اكس واي مع تي وان، او ار وثيتا وتي وان كده. فانت لازم بعد الثلاث او اربع سكاشن الجايين دول يبقى عندك القدره على ان انت ازاي تعرف تنتقل من ايه؟ من طريقه محاول للطريقه الثانيه. هبتدي اكلمك فيها وديك هنت عليها لما نيجي نتكلم على اي محور من المحاور الثانيه، لكن دلوقتي ما اقدرش ايه اعلمها لك، بس لازم تبقى حاطط في دماغك ان انت لازم بعد 4 سكاشن من دلوقتي يبقى عندك المهاره دي. طب يا باشمهندس استخلصها ازاي؟ هقول لك تستخلصها ازاي.
هنقولها في السكشن ان شاء الله. تاني حاجه تحل امتحانات الميد ترم بتاعت السنين اللي فاتت، هتديك ايه المهاره دي، تمام كده؟ في اي سؤال في المساله دي؟ المساله اللي بعديها برضو هنا اداني ايه الباث ايكويشن، وقال لي بقى ايه البوكس ده كانت الفي اكس بتاعته بنيجاتيف 3 والاي اكس كانت بنيجاتيف 1.5 لما كانت الاكس بكام؟ بخمسه. المطلوب ان احنا نجيب الكومبوننت الواي كومبوننت كاكس سوري كفيلوستي وكايه؟ كاكسلريشن. ايه رايك في الكلام ده؟ يبقى احنا نفاضل المعادله دي ونروح معوضين بالاكس دوت بخمسه، صح كده ولا غلط؟ لا ده الاكسلريشن ده الاي اكس كان بكده لما كان البوزيشن بتاع الاكس ب 5. ايوه يعني من الاخر الاي اكس دي يا باشمهندسين والفي اكس دي، هل دي معادله ولا قيمه؟ لا دي قيمه. دي قيمه يعني ايه؟ يعني دي انستانتينيوس اكسلريشن في اتجاه الاكس ودي انستانتينيوس فيلوستي في اتجاه مين؟ الاكس. يعني ما اقدرش افاضلهم واكملهم، دي قيم اخدها اعوض بيها على طول. فاهمين النقطه دي؟ احلها بقى ازاي؟ ممكن اعمل ديفرنشيشن للواي. تعمل ديفرنشيشن للواي بالنسبه لايه؟ بالنسبه للتايم. برافو. يبقى تعمل ديفرنشيشن للواي والاكس، تعمل ديفرنشيشن للباث ايكويشن على بعضها. صح كده. هنفاضل الباث ايكويشن بالنسبه ايه؟ للزمن. فبالتالي يبقى عندي واي دوت ايكوال بوينت 1 اكس اكس دوت. خد بالك بقى لما تيجي تفاضل دي بالنسبه للزمن، انت لو بتفاضلها بالنسبه للاكس يبقى ايه؟ 2 اكس وخلاص. لا، لكن انت مش بتفاضل بالنسبه للاكس، بتفاضل بالنسبه لفاريبل ثالث، فبالتالي هيبقى 2 اكس في تفاضل الاكس بالنسبه للزمن. طيب ده التفاضل الاول اللي معايا، انا معايا الاكس دوت، معايا الاكس، يبقى اقدر اجيب مين؟ الواي دوت. طب تعال بقى نفاضل كمان مره، يبقى الواي دبل دوت في تفاضل الاول في الثاني، في تفاضل الثاني في الاولاني، ومعايا برضو كل حاجه، معايا الاكس دوت الاكس والاكس دوت والاكس ايه دبل دوت، يبقى معايا ايه الواي دوت والواي دبل دوت. في حد عنده سؤال هنا؟ المسألة اللي بعديها يلا نفكر فيها ازاي دي بقى. اوكي، كان مدينا الباس ايكويشن او مديني الار فانكشن في التايم، تمام، والبوزيشن، فهعملها، فهجيب الار دوت هيبقى معايا الفيلوستي، والار دبل دوت هيبقى معايا الاكسلريشن. تمام. يبقى انا كده الكومبوننت دي يا باشمهندسين دي كده ايه؟ ده الاكس وده مين كده؟ ده الواي. يبقى هاخد كل واحد فيهم واعمل فيه ايه؟
افضله على حده، مع الاخذ في الاعتبار ان الساين والكوزين ان ايه راديان. يعني لازم وانت بتحسب الساين والكوزين دول تبقى قلب الكالكوليتور بتاعك ان هو يكون ايه راديان. لازم تركز جدا في النقطه دي. سيبنا بقى من البروف الاخير ده، هنتكلم فيه في الاخر. طيب ادي التفاضل بتاع الباص او البوزيشن في الاكس والبوزيشن في واي بالنسبه لمين؟ للتايم. اداني الفيلوسيتي بتاعت الاكس والفيلوسيتي بتاعت الواي، وان احنا نعوض عن التايم بواحد اديها لك كاي وكايه وكجي. لو ربعت المركبات دي يديك السرعه الايه؟ كليه. ولو فضلت دي كمان اللي هي السرعه بالنسبه للزمن كمان مره، يدي لك الاكسلريشن في اتجاه الاكس ومعادله الاكسلريشن في اتجاه الواي. ولو عوضت عن الزمن بواحد، وخد بالك ان هي بالراديان، يدي لك ايه؟ قيمه الاي اكس وقيمه الاي واي. لو عايز تجيب الماجنتيود يبقى برضو تربع القيم تحت الجذر. طيب عشان اثبت بقى ان الباص ايكويشن على شكل اليبس اعمل ايه؟ حد عارف؟ ادي البوزيشن في الاكس وادي البوزيشن في الواي. هنا الزاويه زي الزاويه وكده يبقى الموضوع سهل. يعني هنا 2 تي وهنا 2 تي. لو خلينا الكوزين لوحدها والساين لوحدها وقلنا اكس على 5 واي على 4 هيساوي كوزين 2 تي والساين ايه 2 تي، وتروح مربع الطرفين وتجمعهم. واحنا عارفين ان كوزين سكوير سيتا بلس ساين سكوير سيتا ايكوال تو ايه؟ ايكوال تو 1. فبالتالي هي فعلا معادله ايه؟ اليبس. فهمنا دي؟ مش هجيب ان هي ايكويشن اوف اليبس اخد الاكس لوحدها والواي لوحدها واعمل ما اجيبهاش بالار كامله صح؟ نعم معلش ما ينفعش اجيبها بالار كامله صح؟ لازم اخد الاكس لوحدها والواي لوحدها. لازم تاخد الاكس لوحدها والواي لوحدها وتروح مربع الطرفين وتجمعهم على بعض يدوك المعادله دي. عايزك بقى تفكر كده، تفكر بينك وبين نفسك، دي فكره مسائل. لو كانت دي مش 2 تي كانت تي واحده، كنت هتجيب الباص ايكويشن ازاي؟ ده دي مساله كده. ولو دي كانت برضو تي واحدة ودي كانت 2 تي برضو كنت هجيب الباص ايكويشن ازاي؟ هي مش هتبقى اليبس طبعا، هتبقى ايكويشن تاني. بس فكر كده كنت هتتعامل في المسألة دي عشان تجيب الباص ايكويشن ازاي. خد بالك هنا المشكلة في انك تجيب الباص ايكويشن ان انت ازاي تتخلص من الساين والكوزين. كنت ممكن افك التي تي بي تي واحدة بقانون ضعف الزاوية. برافو عليك، هتستخدم الدبل انجل صح؟ هتستخدم يعني عايزك تفكر كده في مره تخلي دي تي وتحل، ومره ثانيه تخلي دي تي وتحل، وتشوف بقى قوانين الدبل انجل هتلعب بيها ازاي عشان تجيب الباص ايكويشن. على فكره دي كده باص ايكويشن، يعني لو حد قال لك دي باص ايكويشن دي باص ايكويشن اكس فانكشن اوف واي. نفس الكلام، فكر لما دي تبقى تي مره ولما دي تبقى تي مره، هتجيب الباص ايكويشن ازاي؟ هنا اخر مساله. بيقول لي الاكسلريشن كانت ب 6 تي في اتجاه الاي
بيقول هنا الاكسلريشن كانت بستة تي في اتجاه الاي و 12 تي سكوير في اتجاه الكي. المطلوب ان احنا نجيب البوزيشن بتاع البارتكل لما يكون التي بواحد سكن، علما بان ان هو ستارتس فروم ايه؟ فروم ريست، وبدا الحركه من البوزيشنز دي. نحلها ازاي؟ برضه مديني الكوشن بتاع الاكسلريشن بس هنا بقى في اتجاه الاي والكي. هكمل كل واحده لوحدها برضه، اجيب الفيلوسيتي. ايوه، وهو مديني اصلا انيشال فيلوسيتي بزيرو. ايوه، فهيبقى في كونستنت، بس انا هجيب الكونستنت ده ويبقى معايا كوشن الفيلوسيتي كامله، اعمل لها تكامل تاني وبعدين هجيب معايا كده بوزيشن. تمام، تعالى بقى نبص على خطوات الحل. انتوا كده شايفين البينت صح ولا غلط؟ ايوه يا دكتور. بص بقى، هتقسم المساله دي لثلاث اجزاء، مره الاكس، مره الواي، ومره الزد. الاي اكس عندك بتساوي ايه؟ ستة تي. ستة تي اللي هي بتساوي دي في اكس باي دي تي. نعمل سيباريشن اوف فاريبل، يبقى دي في اكس ايكوال ستة تي دي تي. في مشكلة هنا، لما كان التايم بزيرو كانت الفي اكس بكام؟ بزيرو. ولما كان التايم بتي كانت الفي اكس بايه؟ بفي اكس. فبالتالي الفي اكس بتساوي 3 تي سكويرد. تمام كده؟ طب الفي اكس بتساوي ايه بقى؟ الفي اكس نفسها كمعادله بتساوي ايه؟ دي اكس باي دي تي، صح ولا غلط؟ فبالتالي نعمل سيباريشن اوف فاريبل، يبقى الدي اكس الدي اكس ايكوال ايه؟ 3 تي سكويرد دي تي. ونكمل، لما كان التايم بزيرو بقى كانت الاكس بكام يا باشمهندسين؟ 3. برافو، لازم تاخد بالك من دي اللي هي دي. لاي تايم ولاي ايه؟ اكس. فاكس ماينس 3 ايكوال تي كيوب. يبقى دي العلاقه ما بين الاكس والايه؟ والتي. يبقى التي ايكوال 1، الاكس بكام؟ 4. بس ادي اول ايه؟ اول جزئيه. نيجي بقى على الجزء الثاني. الجزء بتاع مين؟ الاي واي. الاي واي بكام؟ زيرو. بزيرو. طب اللي هو بيساوي ايه؟ دي في واي باي دي تي. يبقى نعمل سيباريشن اوف فاريبل، دي في واي هيساوي ايه بقى كده؟ زيرو، صح ولا غلط؟ زيرو دي تي يعني زيرو. تكامل بقى، لما كان التايم بزيرو كانت الفي واي بكام؟ زيرو. لاي في واي؟ يبقى بالتالي الفي واي هنا بتساوي ايه؟
كونستانت ولا زيرو؟ بتساوي الكونستانت اللي هو زيرو. كونستانت اللي هو زيرو، هو الزيرو ده مش كونستانت تمام؟ لا كونستانت صح. طيب الفي واي دي بتساوي ايه بقى؟ دي واي باي دي تي. طيب لما كان نعمل سيبريشن فاريبل يبقى الدي واي ايكوال ايه؟ ايكوال زيرو برضو، زيرو دي تي. لما كان التايم بزيرو كانت الواي بكام؟ باشمهندس كده اكس وزد. نعم كده الحركه في اكس وزد ده الاكسلريشن. انا مش دعوه بالاكسلريشن دلوقتي. لما كان التايم بزيرو كانت البوزيشن بتاع الواي كان بكام؟ بزيرو بزيرو ايه بس؟ باتنين اهي باتنين. الاتنين دي مش شايفينها؟ وده بوزيشن التي ايكوال زيرو، يبقى كانت الواي باتنين لغايه اي واي، يبقى بالتالي الواي بتساوي اتنين عند اي زمن at any time رقم constant. يعني الواي باتنين على طول، عند زيرو، عند واحد، عند اتنين، عند تلاتة، عشان الفي واي بزيرو وعشان الاكسلريشن بتاعت الواي بايه؟ بزيرو. كده في حد عنده سؤال في الواي؟ باشمهندس اتفضل. هو ممكن يجيب لي مسألة يبقى فيها تكامل صح؟ طب انت بتسأل سؤال بره المسألة. طيب بقول في حد عنده سؤال في المسألة؟ طب خلاص يا باشمهندس. بنفس الطريقة هتشتغل على مين؟ على الـ AZ. انتوا اللي هتحسبوها بقى. ده اكسرسايز دي. طيب ده كده انا حليتها بطريقه التكامل المحدد. السلايدز حلها بطريقه الايه؟ الكونستانت. اللي بيحب الكونستانت عنده الحل في السلايدز، والتكامل المحدد موجود في الايه؟ في الفيديو. طلعنا القيم بتاعتنا 4 في الاكس، 2 في الواي، و6 في الايه؟ في الزد. طيب عندي مسألة أخيرة بتاعت التيرمينال سبيد، اللي هي عشان انتوا قعدتوا تزنوا على الدكتور هي علينا هي علينا، راح قال ان هي ايه؟ عليكم. وانتوا سألتوا عن أشياء هي ما شرحتش في المحاضرة. نعم؟ ما شرحتش في المحاضرة. ما أنا عارف إن هي ما اتشرحتش في المحاضرة. في واحد زميلكم قعد يسأل ويزن هي علينا يا دكتور؟ هو سأله علني ولا سأله بينه وبين نفسه؟ ما سمعناش في المحاضرة حد بيسأل على التيرمينال فيلوستي. ما حدش سأل في المحاضرة التيرمينال فيلوستي؟ بص انا شرحت لهم انا شرحت في السكشن اللي فات مساله تيرمينال كده ايه فور انفو. تحب اشرحها لكم برضو انتوا كمان؟ انا احتمال تيجي بيت يا باشمهندس. تمام نشرح. خدها فور انفو كده ليك، هي مساله هتبقى عنيفه شويه. بيقول لك ايه؟ يقول لك عندي كرة اترمت في وسط لزج، بول الماس بتاعها ام اترمت في وسط لزج تمام. مقاومة الوسط ده بتتناسب مع السرعة. اثبت ان بروف ذات ان الزمن اللي هياخده عشان يوصل لفي انفينيتي
على الاثنين بيساوي ام اوفر كي لين اتنين. ايه الكلام الغريب ده؟ يبقى انا عندي كوره وزنها ام اترمت في وسط لزج، مقاومته بتتناسب مع ايه؟ مع السرعه. اثبت ان الزمن اللي هتاخده الكوره عشان توصل لنص في انفينيتي هو ام اوفر كي لين 2. طيب هي الفي انفينيتي دي بقى، دي الفي انفينيتي دي اسمها التيرمينال سبيد. خلاص الفي انفينيتي دي بتتحقق امتى يا باشمهندسين؟ حد عارف؟ اكسلريشن بيساوي زيرو. برافو. الفي انفينيتي بتتحقق عند اكسلريشن بتساوي زيرو. اول حاجه لازم ارسم الفري بودي دايجرام عشان ابقى متخيل. ادي الكوره، ايه الفورسز اللي بتاثر على الكوره؟ الجرافيتي والريزيستنس. بالظبط الام جي والار اللي هي بتساوي ايه؟ الار دي بقى كيفي، والاتجاه العام بقى في الاخر الكوره دي بتتحرك ازاي، ده كده الام ايه. فبالتالي يبقى الام ايه بتساوي ام جي ماينس كيفي، يعني الاكسلريشن بتساوي جي ماينس كي في على ام. ودي كده تبقى بدايه المساله بتاعتي. لغايه هنا في اي سؤال؟ انا همشي معاكم حته حته. في حد مش فاهم حاجه؟ طيب انا عايز احسب بقى الفي انفينيتي. الفي انفينيتي بتبقى عند ايه؟ ات ايه ايكوال زيرو. يبقى الفي انفينيتي بتساوي ايه؟ صح ولا غلط؟ صح ولا غلط؟ هنشتغل يا باشمهندس الحته دي. هنساوي الاكسلريشن بالصفر. يبقى ال V بتساوي ايه؟ M G over K اللي هي V مين؟ V infinity. صح ولا غلط؟ تمام مظبوط. طيب ارجع بقى لمعادلة الاكسلريشن دي. نعم. هو الار دي اللي هي الار دي هي مقاومه الهواء، عشان بس كان النت عندي قطع في الاول. الار دي مقاومه الوسط اللي ماشيه فيه، والكي دي اللي هو المعامل بتاع الوسط، والايه الكي هي المعامل بتاع الوسط، اللي هو الكونستانت، هي بتتناسب مع السرعه فبتساوي كونستانت في السرعه. تمام. طيب ايه رايكم في الاكسلريشن لو اخدت جي كومن فاكتور؟ يبقى هنا في واحد ماينس كي على ام جي في الفي. صح ولا غلط؟ مظبوط. ده بقى كده مين ده؟ مقلوب الفيلوسيتي انفينيتي. برافو. على الفي انفينيتي بالظبط. فبالتالي يبقى واحد ماينس في على في انفينيتي. تمام كده؟ طيب انا عايز ايه؟ عايز زمن. يبقى عبر عن الاكسلريشن بدي في باي دي تي ولا في دي في باي دي اس؟ دي في على دي تي. دي على دي تي. يبقى هنقول كده دي في اوفر دي تي equal g v infinity 1 minus v. sorry v infinity minus v. في مشكلة هنا؟ تمام. نعمل ايه بقى؟ نعمل separation of variable، نفس المتغيرات.
خد بالك بقى، انا اسالك سؤال وتجاوبوني، هي الفي انفينيتي دي بالنسبه لنا فاريبل ولا كونستانت؟ كونستانت. ليه؟ عشان هي ما بتتغيرش. ايه لما توصل عشان مكونه من ايه؟ عشان مكونه بايه؟ مكونه من الماس، مكونه من الجي، مكونه من الكي، والثلاث حاجات دول ايه؟ الثلاث حاجات دول كونستانت، فبالتالي هي ايه؟ هي كونستانت. تمام؟ تمام. طيب نعمل سيبريشن اوف فاريبل، يبقى دي في على في انفينيتي ماينس في هيساوي مش مهندس جي على في انفينيتي دي تي. نعم. مش عشان برضو الاكسلريشن بيساوي زيرو؟ هي كونستانت عشان الاكسلريشن بتساوي زيرو؟ ما هي مش انا فاهم. يعني عشان لما تبقى الاكسلريشن بزيرو يبقى الفي كونستانت. تمام صح برضو مش غلط. شايفين السيبريشن اوف فاريبل؟ الترم ده بالنسبه لنا ايه؟ الترم ده ايه؟ كونستنت. طيب تكامل ده يطلع ايه؟ V over V infinity T طلع ايه؟ سالب لين الفي. ايوة نيجاتيف لين V infinity minus V. حدود التكامل بقى احنا ما حطناش حدود التكامل، لما كان التايم بزيرو V كانت بكام؟ اترمى من الريست دي نسيت اقولها لك، يبقى V كانت بزيرو. هنا التايم تي، هنا بقى الفي كام؟ في انفينيتي على كام؟ على الاثنين، يبقى من زيرو لفي انفينيتي اوفر 2 اللي هي نص الفي انفينيتي هيساوي ايه بقى؟ جي على في انفينيتي في التايم ايه؟ تي. في مشكله هنا؟ ممكن تاني يا باشمهندس الحته دي؟ تكامل التكامل ده، التكامل بتاع دي في على في انفينيتي ماينس في، ده لين ماينس لين في ماينس في انفينيتي، دي حته رياضه. طيب حدود التكامل، لما كان التايم بزيرو كانت الفي بزيرو، لما كان التايم بتي لغايه في انفينيتي على الاثنين عشان هو عايز نص الفي انفينيتي، فيبقى حدود التكامل من زيرو لفي انفينيتي على الاثنين تكامل دي تي مع الكونستانت يبقى جي تي على في انفينيتي. في مشكله هنا؟ تمام. عوض بقى بحدود التكامل، يبقى ماينس لين في انفينيتي ماينس في انفينيتي على الاثنين يطلع كام؟ ها؟ V infinity minus V infinity على الاثنين يطلع ايه؟ V infinity على الاثنين بالظبط. لين V infinity لين V infinity على الاثنين minus minus يبقى plus، لين V infinity minus zero يبقى ايه؟ V infinity يساوي G T على V infinity. صح كده؟ الترم ده بقى حد يعرف يتعامل معاه؟ حد يعرف يعني يعمل له سمبليفاي؟ السالب دي هتقلب الفي انفينيتي على الاثنين والبلس في اللي احنا نطبقه تقريبا. ايه رايكم لو عملنا كده؟ قلت بيساوي لين في انفينيتي على V infinity over 2 G T على V infinity، ده يبقى في الآخر إيه؟ لين 2.
multiplied ها by v infinity على g equal time. بس ما وصلتش برضو للايه للديفينيشن اللي انا عايزه. ال v infinity بقى كانت بتساوي ايه؟ m g على k. يبقى تشيلها يبقى m g على k في g لين 2 إيكوال التايم. الجي تروح مع الجي يبقى التايم بيساوي لين 2 في ام اوفر كي. يبقى هو ده اللي انا عايز اوصل. تمام؟ تمام. باشمهندس انا عندي سؤال هنا. اتفضل. هو الشكل السؤال اللي ممكن يجي لي على حاجه زي كده النقطه دي هيطلب مني بروف ولا في حاجه تانية؟ بص هو هيبقى انا جبت لك حاجه صعبه قوي يعني دي اصعب مساله في التيرمينال فيلوسيتي. يعني الدكتور بقى هيجيبها لك ازاي انا شخصيا مش عارف. هو تقريبا اصلا ما شرحهاش في المحاضره. المهم انت اخدت نوليدج عنها يعني انا شرحت لك مساله مش سهله مساله تقيله وانت معاك الحل ومعاك التسجيل بتاعها لو حبيت ترجع لها تعرف ترجع لها بكل سهوله. في اي سؤال تاني؟ ايه ده؟ هو في حد قفل التسجيل ولا حاجه؟ باشمهندسين التسجيل شغال يا باشمهندس. باين عندي التسجيل شغال. انا باين بس مكتوب كام؟ انا مكتوب دقيقتين. مكتوب 12 دقيقه. مش مكتوبه. لا 12 دقيقه. انا عندي مش مكتوبه. مكتوب كام؟ هو تقريبا بيعد من اول ما انا بخش الميتنج فهو مكتوب عندي 12 دقيقه. انا دخلت متاخر. 12 دقيقة؟ أنا مسجل من أكتر من كده، كان مكتوب لي 40 دقيقة من شوية دلوقتي، أيوة كده ظبط. في حاجة حصلت. مش عارف. باشمهندس معلش. تمام، المهم كده ظبط، 49 دقيقة ماشي، تمام كده. خلاص في حد عنده أي أسئلة؟ باشمهندس معلش. نعم. هو في مسألة هيجي فيها تكامل صعب؟ إيه، إحنا مش بنستعرض معاكم بالتكامل. بس اخرنا التكامل زي التكامل اللين ده. تمام ماشي. انا كده خلصت. السلام عليكم. شكرا يا باشمهندس. العفو.